عسكري في الشمال اليمن المحاذي للحدود السعودية، ورأينا عملية التطهير التي تحدث في حجة وفي الجوف وفي كل مناطق الشمال المحاذي للحدود المملكة. لذلك نقول أن الملف اليمني يشهد انفراجة عسكرية، كما أنها أيضا تشهد انفراجة سياسية مع وجود مبادرة السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في مارس الماضي وأكملت عام، ولا تزال هذه المبادرة مطروحة لكل الأطراف اليمنية دون استثناء بما فيها التمرد الحوثي، متى ما آمن بالدولة الوطنية ومتى ما نفض يده من النظام الإيراني ومن أي قوى خارج إطار الإقليم اليمني، ومتى ما آمن بأن يتحول إلى حزب سياسي مقبول كبقية الأحزاب اليمنية. أيضا وهي نقطة مهمة جدا، اتفاق الرياض التاريخي أو اتفاق الرياض الشهير الذي نجحت المملكة في إبرامه بين الفصائل اليمنية، في اعتقادي أنه وضع خارطة الطريق لمستقبل اليمن بعد تحريره، وأعتقد أن اتفاق الرياض بالفعل سيكون حاضرا في مجلس النواب اليمني دائما، لأنه مثل طوق نجاة للفصائل اليمنية، ربما بعد التحرير يكون حاضرا للبحث من جديد، ولأنه استمرارا لمعطيات ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وبكل تأكيد أننا عندما يكمل التحالف العربي مشروعه في تحرير اليمن سيتداعى الأشقاء اليمنيين إلى طاولة المفاوضات لرسم مستقبل الجمهورية اليمنية ورسم مستقبلهم اليمني، رسم أيضا حدود اليمن بكل تأكيد. وسيكون التحالف العربي بقادة المملكة العربية السعودية ومعاضدة الأشقاء في الإمارات وفي جمهورية مصر العربية داعمين لخيارات الشعب اليمني. ولكن دكتور، يعني زيادة الهجمات الصاروخية التي تنطلق من الحوثيين في الجنوب، ونحن نعرف من الذي منح ومن الذي يدير بالأساس سواء في مواجهة المملكة أو في مواجهة دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا أيضا، إلى أي مدى يمكن بالفعل أن نقول أن هذه الأمور بالتأكيد يعني التي جاءت في تقديري بعد انتصارات شبوة ومأرب وغير ذلك من الأمور، فأدرك الحوثيون أنه لا خيار أمامهم إلا إطلاق هذه الصواريخ، كيف يمكن مواجهتها باعتبارها جرائم حرب ترتكب ضد بلدين شقيقين؟ أولا دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن العبث الحوثي عبر الاعتداء عبر الحدود على العيان المدنية في المملكة العربية السعودية وفي أبوظبي، بل واستهداف العيان المدنية في الداخل اليمني في مخيمات النازحين في مأرب، جاء نتيجة للنجاحات العسكرية التي حققها التحالف العربي وتحرير معظم المحافظات، ليقول أنني لا أزال موجود. أنا أشبهها برفسة الثور قبل الوفاة، وهذا يثبت حقيقة أن الحوثي ليس جديرا بأن يكون شريكا في سلام، وهو لا يملك لا قرار حرب ولا قرار سلام، وما هو إلا مخلب في يد إيران، وهذا كل الدول العربية تعلم هذه الحقيقة. النقطة الأخرى أيضا هو أن الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ بعيدة المدى التي يمتلكها هذا التمرد الحوثي والذي أطلقها على الكعبة المشرفة على الحرم الشريف في منتصف رمضان الماضي، ما هو إلا أداة إدانة للنظام الإيراني الذي لا يزال يتبنى هذه التنظيمات الإرهابية ولا يزال يختبئ خلف التنظيمات الإرهابية في قتاله للدول العربية، سواء في اليمن سواء في العراق، اليوم ما لا يقل عن 67 تنظيم إرهابي في العراق عامل لصالح كتنظيمات ولائية لصالح النظام الإيراني، أو في سوريا عبر ألوية الزينبيون والفاطميون، أو حتى في أذربيجان الذي لتو انولد تنظيم إرهابي جديد اسمه الحسينيون لخلخلة استقرار أذربيجان، أو حتى حزب الله الإرهابي الكبير الذي حقيقة هو اليد الطولة والذراع للنظام الإيراني. كل هذه التنظيمات لا تزال إيران تختبئ خلفها لقتال العالم العربي، لأنها لا تريد أن تدخل في صراع مباشر، ولا تملك حقيقة تملك أن تدخل في صراع مباشر. وهذا يلقي بمزيد من المسؤولية على الدول العربية. أعيد التذكير بالتحالف العربي الرباعي الذي قام بدور كبير جدا لصالح درء أخطار التنظيمات الإرهابية، سواء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي أو حتى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات. في اعتقادي أن الدول العربية اليوم تملك
أن تكون أداة قوية ضد التنظيمات الإرهابية بكافة أنواعها العابر الحدود التي عاثت فسادا وسعت لخلخلة أمن الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية لولا تضافر الجهود العربية معها، ومن ثم شهدنا حالة التعافي الكبرى والنهضة الكبرى التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جمهورية مصر العربية، والتي حقيقة ألقت بظلالها على حالة تعافي شاملة تشمل الوطن العربي. لذلك نقول أن الأمن القومي العربي متداخل، ما يحدث في اليمن حقيقة هو مؤثر بكل تأكيد في الجزيرة العربية ومن ثم في الشمال الأفريقي ومؤثر في بقية الدول العربية. نحن نقول أن المملكة العربية السعودية وهي تتصدى للتمرد الحوثي، هي تتصدى لمشروع إيراني كبير، وهي تتصدى لمشروع لتفتيت الدول العربية وتقسيم الدول العربية، وأعتقد بل أجزم أن المشروع الذي تقوده المملكة العربية السعودية قائم على حماية الدولة الوطنية وقائم على حماية مصالح الشعوب العربية، ثم أيضا قائم على استثمار مقدرات العالم العربي أو الثروات الاقتصادية وأمنه بل وثرواته الرئيسية العنصر البشري. ولذلك رأينا رؤية المملكة 2030 القائمة على استثمار الثروات وعلى استثمار الإنسان وعلى استثمار الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية. فاصل إعلان.